شيء حكينا عنه اللي هو الأورال دراج ديليفري سيستم رايت، حكينا انه في عندنا اللي هو الكونفشنال دوج فورمز اللي هو الريجولر ثينج ذات هي انجكت ذا بيشنت وذ ذا فورميليشن، وبعدين هي تتصرف على فعلها بالجسم. حكينا وي كان كنترول ذا دراج ريليز فروم اي ام سبكوتينيوس ايفن اي في عن طريق انه نحط الدواء بكارير زي بوليمرك مثلا نانو كارير او سنتين بعدها. هلا اليوم رايحين نحكي عن الاورال رات، والاورال رات هو طبعا الاشهر بعد الاي في او حتى قبل الاي في، والمور كونفينينت الموست كونفينينت فور بيشنت. صح، ايش كمان حسنات الاورال رات؟ ليش بدنا نركز على الاورال رات برايكم؟ البيشنت ادهيرنس رح يكون احسن، والبيشنت كومبلينس بسبب اللي هو اجين انه كل يوم احنا عم نبلع، صح؟ كل يوم عم نبلع وعم ناكل ونشرب، فنفس الشيء اذا اجت شحبة هالدواء او على معلقة هالدواء. ايش كمان؟ less side effect هاي كويري. اوكي، لانه السايد افكت something related to what you absorb finally. اوكي طيب، ايش كمان؟ بس من مشاكل الاورال راوت ايش؟ اللي هو الجي اي فاكتورز against the drug والدرج against the جي اي تي، صح؟ ممكن يسبب لنا مشاكل هو بالجي اي تي، ممكن كمان الجي اي تي تاثر على الابزربشن لهذا الدرج او الاستابيليتي ايفن. اوكي، ايش كمان حسنات او ليميتيشنز؟ الكوست تبعته اقل من الاي، الكوست تاعه موستلي رح يكون اللي هو اقل، سبيشال بالكونفشنال ديزج فورز ما في عندنا تكنيك معقده، صح؟ هي تابلتينج جرانيوليشن. شو اصعب شيء اخذتوه على مدار السنين بتصنيع الاورال ديزج فورم؟ بتجوز الجرانيوليشن، صح؟ مشاكل في بعض الحالات ممكن نواجه اللي هي في التابلتينج، ولكن تتحل باكسيتر وكان الله بيستر علينا. اوكي طيب، لكن لما بنحكي عن اللي هو الادفانس ديزج فورمز رح يكون في عندنا في بعض الحالات مشاكل اعقد، او ممكن يكون الكوست اعلى لانه ممكن يستخدم تكنيك. فحكينا لكم ممكن نعمل اللي هو رح نشوف شيء اسمه الاوزموتيك بامب، هاي بها تكنيك عالي، فرح يكون سعر الحبه رح يكون عالي نوعا ما. ماشي طيب، ايش كمان؟ ايزلي اكسسبل، وبالتالي الكمبيانس اعلى وبالتالي الاتيرنس اعلى. اوكي طيب، ليميتيشنز؟ ممتاز، الفيرست باس ميتابوليزم هو المشكلة الأكبر اللي بتواجهنا اللي هو الأورال دراج. رح ناخذ بعدين ليش الأورال بالجزء الثاني اللي هو البارورال اللي هم السبينج والباكل دراج ديليفري، هذول الشيتان رح نحكي عنهم إن شاء الله ليش. فكل هاي الحسنات والسيئات اللي حكيتوها موجودة عندكم بالسلايدات. How we can improve or control the drug delivery؟ ممكن نستخدم اللي هو ميوكو أدهيسيف ايجنت. اوكي، وفي عنا طبعا اشكال مختلفة لهم، اشهرهم اللي هم البوليمرز. اوكي، والميوكوس عادة شحنته ايش بتكون اذا بتتذكروا بالفسيولوجي شو شحنة الميوكوس؟ نيجاتيف. فعادة اذا كان عندك بوليمر شحنته بوزيتيف، ففي هاي الحالة ممكن انه احنا نعمل اللي هو الميوكو ادهيجن. في عندنا كمان ممكن نضيف اللي هو فلتريشن انهانسرز، هذول فيري سمبل تكنيكس رح نحكي عنهم، ومبين من اسمه انه تو انهانس الفلتريشن. رح نحكي كمان عن اللي هي الاوزمتيك بامب والتارجت سبيسيفيك، التارجت سبيسيفيك ريجنز رح نشوف امثله عليهم ان شاء الله. حدا عنده اي سؤال حيين؟ حدا عنده اي كومنت؟ هلا في عندكم كمان اللي هو ابسط دوزج فورم او اللي هو ادفانس دوزج فورم، خلينا نحكي اللي هو اللي كلكم تعرفوه اللي هو الانتركوتد تابلت. والهدف منها اجين ايش هو؟ عيد ونزيل. ايش الهدف من الانتركوتد؟ عشان تحمي الدواء من الماده او من الاسيديتي، او بنحمي الماده من يس بكون في عندنا بوليمر بغلف الجرانيولز، في عندنا بكون بوليمر بغلف اللي هو الجرانيولز او بغلف التابلت تاعتي. هلا هذا البوليمر اللي راح استخدمه ايش ماله؟ راح يذوب على بيئه معين ويضل ماسك حاله على بيئه اخرى، فالاسيدك بيئه بضل انتاكت زي ما هو، ولما يروح على البيسك ميديا ايش راح يصير؟ راح يذوب هذا البوليمر ويطلع الدواء اللي موجود جواته. اوكي، هلا في عندنا نوع اللي هو الماتريكس والريزرفوار دراج، اللي هو عباره عن سمبلي عندي بوليمر راح استخدم في الحالتين، البوليمر الاول او البوليمر الثاني خلينا نحكي عنه الاسهل، انه راح يصير زي البالونه والدواء محشي جوا. اوكي
هذا النوع الاول. فالبوليمر مغلف للدواء والاذر اكسيبيانس. النوع الاول اللي هو عباره عن الماتريكس يفوت في الماتريكس على قال خلص سمحت لها تفوت. طيب بالنسبه للماتريكس اللي هو النوع الثاني اللي هو زي الاسفنجه بيكون عندي الدواء موجود خلال هاي الاسفنجه. اوكي فواضح انه من النوع الاول ايش تطورين ايش اللي راح يصير اللي هو الريزرفوار. شو لازم يصير للبوليمر حتى الدواء يطلع؟ اما يصير له ديسنتجريشن ويبلش يتفتت هذا البوليمر شوي شوي يطلع الدواء منه، او بيكون فيه احنا حاطين فورس اوريدي بيصير ديفيوجن ثرو ذيس فورس. اوكي ف يو ماست جو ثرو ذيس ميمبرين. هلا الماتريكس ايش اللي راح يصير؟ اما راح يصير ديجريديشن او راح يصير اللي هو ديفيوجن للدراج فروم ذا ماتريكس سيم سيم. ولكن الماتريكس راح يدخل عندي الليكويد ثرو ذا ماتريكس يدوز الدواء بعدين يصير عندي اللي هو الديفيوجن. اوكي هلا كل واحد له خصائص ورايحين نحكي عنها ان شاء الله، بعرفش رح نحكي عنها ولا لا بالتفصيل، رح نحكيها لطلاب الماجستير بالتفصيل، بس بعرفش هون شو رح نحكي لكم بالضبط. ولكن في عنا الأزمتك بامب هاي جزء جديد شوي نوعا ما عليكم، وهاي كثير مشهورة. وإذا بتذكر دكتورة عبير الغنانيم كانت واحد من التيم اللي اخترعوا هذا الإشي اللي كانت عنا بالتكنوفاتيا. هلا الأزمتك بامب very simple بس smart at the same time. هلا إحنا دائما زي ما حكينا بنحب إنه يكون في عنا اللي هو zero order drug release صح؟ يعني بغض النظر العوامل المحيطة إنه كمية الدواء اللي تطلع عم بطلع عندي طالب كل ثانية ماشي، بغض النظر عن الكمية الموجودة أو الظروف المحيطة فيه. هذا هو أحسن سيناريو إحنا نحاول نحصله. هلأ هذا السيناريو sometimes بالmatrix or reservoir you cannot get it. okay sometimes most of the time you can't get it. okay ففي عنا هذا اللي هو الأوزمتيك بامب بتطلعوا عليه معي هون، هذا الخط الأصفر هذا اللي فيه الدواء تاعي زي الأندوم. okay حواليه المنطقة هاي البيربل هي عبارة عن صوت. اوكي فبكون في عندي الدواء هياته موجود في هذا الانبوب وحواليه هون في عندي صوت. اوكي هلا بس يدخل هذا الديفايس انت بتشوفها از تابلت او بتشوفها از كبسول، بس يبيعها المريض ايش اللي بصير؟ حسب الخاصية الاسموزية بصير الدواء المي تدخل على الملح صح؟ الماء سينتقل من المكان الاقل تركيز بالملح للمكان الاعلى تركيز بالملح، رايت؟ فاللي بصير انه بيدخل المي لجوات اللي هو الممبرين وبيبلش يضغط على الممبرين الداخلي زي كيف انت بتمسك معجون اسنان الصبح بتضغط عليه سيم سيم، هذا اللي راح يصير. فعندي ممبرين خارجي هو سيمي بيرميبل ممبرين والممبرين الداخلي امبيرميبل، واضح الفكره؟ فاللي بصير انه المي راح تدخل من برا لجوا راح يضغط يبلش، طبعا صار عندي مي وقتها صرت تضغط بصير تضغط على الامبيرميبل ممبرين وتسمح للدواء انه يعبر من خلال. فهذا هو مبدا عمل الاوزموتيك بامب او الاوزموتيك ممبرين ديليفري. ممكن يكونوا از جرانيول ممكن يكونوا از تابلت از كابسول وات ايفر ذا ديفايس، بس كلها بنفس البريسب. حدا عنده اي سؤال؟ طبعا هذا زي ما حكينا حسنته هي مكتوبه هون دازنت افيفاي بي اتش اي انتسبنت او اللي هو الفود، انما بيعتمد فقط على الكونسنتريشن للاملاح اللي تحطيتها داخل الكاس. عندكم هاي مثلا هون خلينا نشوفها، هاي اللي هي زي جايه زي لايرز. اوكي فعندي هذا اللي هو السيمي بيرميبل ممبرين، هون عندي اللي هو الامبيرميبل ممبرين. فلما بلعت التابلت المي دخلت لعند الصوت صح، فبلشت تضغط على هذا الممبرين وطلع الدواء من خلاله. حد عنده اي سؤال؟ اي كومنت؟ اول جود. طيب كمان من الطرق اللي ممكن نستخدمها انه وي كان برولونج ذا ترانزيت تايم. برايكم كيف ممكن ان نزود اللي هو الترانزيت تايم او ان نتغلب على مشكله الترانزيت تايم؟ الناس اللي ورا شو رايكم كيف ممكن انه احنا نتغلب على مشكله كم اول شيء الدواء بيحتاج ليخرج من الجي اي تي تقريبا؟ 4 hours no 12 hours تقريبا 12 hours average. سيد من 8 إلى 12 ساعة. كيف ممكن أزود resident time للدرج في هذا المكان؟ دكتورة أنت مرة بيكون زي إشي foldable بيفتح وبيطفى على. yes ممكن إنه أستخدم هذا التكنيكس اللي هو foldable أو swallowable materials. فهذا الأشياء اللي بتصير لهم إنه foldable بتكون مسكرة زي هيك الورقة وبتفتح فبتبطل تطلع من السفنتر تاع الستومك. أوكي
this is number one. The swellable تكون هيك حجم الحبة فجأة ولا هي كبرانة أوكي فبتبطل إنها تطلع. هذا swelling is very simple. Folding somehow يعني مش reproducible that much. أوكي في swelling كتير رح تشوفوا بالليتشر. تفضل. ممتاز هاي أسهل طريقة إنه تعطي أنت دواء مع الدواء تاعك بتقلل من حركة الجي آي تي بس بتخاف بهاي الحالة من إيش؟ constipation بالبيض يعني تخاف من الكومبلينس إنه يصير صعب وهذا يعني بيكون limited in some cases لأنه some cases أصلاً بيكون يعني البيض عنده constipation فبصير الفاريابيلتي تعيشها اللي هي عالية. طيب إيش كمان؟ ميوكو أدهيسيف ماتيريال وهو الترنج الحالي والأبسط والأسهل الميوكو أدهيجن. أوكي الميوكو أدهيجن في عنا من نوعين زي ما بتعرف في عنا ريفيرسبل وفي عنا إيرريفيرسبل. أيا بتحبوا الريفيرسبل؟ طبعا دائما نحن نحب أي إشي بالجماعة الصيدلانيات نحب الريفيرسبل بحب أخذ وأعطي مش في المحاضرات مش في الامتحانات بس بالحياة بنحب نأخذ ونعطي صح. أوكي فأنا بحب إنك تشبك على الميوكوس فورسيتي في الريفيرسبل بعد هيك إنك تطلع ولكن in general إذا عندك irreversible ميوكو أدهيجن it's okay لأنه بالآخر الميوكوس رح يصير له ووش صح by the end فرح يطلع الدواء مع الميوكوس اللي موجود عندي. أوكي إيش كمان؟ أنا مش بس الأشياء اللي بالسلايدات think out of the box جسد ما عندك فكرة جديدة ما حدا فكرها. أوكي طيب شو كمان؟ خلاص؟ طيب إيش؟ yes سامع هذا الشلل كيفيش بس حد كمان بسامع. طيب formation of gastro tentative زي اللي هو الميوكو أدهيسيف same gastro tentative زي اللي حكت عنه السولينج والكمان الأشياء الفولدبل جي آي reducing blood حكينا في عنا كمان هلا الأشياء الفلوتينج اللي هي مثل السولابل سيستمز انفلاتبل ديفايسز وفي عنا كمان اللي هو الاكسباندبل ديفايسز. هل عنده أي سؤال حلوين؟ لا 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 ثابت الدراج اللي في الكولون لأنه الكولون إله ميزة أساسية إيش هي؟ الفايبر فلورا اللي موجود فيه ممتاز. إيش كمان ميزات الكولون؟ large surface area large in comparison to the stomach and other organs مثل small intestine لا مش ذات small يعني البيئة بتاعه مميز تقريبا حوالي 8 in comparison to 7.8 بال يس في عندنا كمان إيش الكولون؟ الحلقة تعيته بسيطة ممتاز. كمان شغلة مهمة لما نطلع كثير عندنا أمراض كانسر متعلقة بالكولون هذول الأشياء خلوا الناس إنهم يفكروا بهذا البوبيليشن as a different population from other populations صح؟ لا مش هون ولا هاد. طيب we can prolong the residence time okay أو سري هاي هي مميزات الادفانتجز تاعتي وهو الكولون. أول إشي الريزدنس تايم تاعه عالي زي ما حكيت الإنزيم ليفل والسكريشن تاعته قليلة البي اف سم هاو نيوترال. في عنا إيش كمان الثلث الأخير هاي مش كل الكولون الثلث الأخير من الكولون بيروح دايركتلي تو ذا بلاد سيركيليشن فما في انت فيرست كلاس ميتابوليزم فعشان هيك رح نشوف إنه في ناس بيركزوا على التحاميل أوكي في الدراج ديليفري ومش اشي غريب لانهم بدهم يتجاوزوا الفيرست باس ميتابوليزم. في عنا كمان التكنيكس اما بنستخدم اللي هو الكاريرز البرودرز او اللي هو بي اتش اند تايم ديبندنت دراج ديليفري سيستم. شو يعني بي اتش اند تايم ديبندنت دراج ديليفري سيستم؟ شو يعني بي اتش ديبندنت؟ الشباب اللي ورا هون شو يعني بي اتش ديبندنت؟ اللي هو الكوتينج فور ذيس فورميليشنز اوكي وذ ديفرنت
different kind of hydrogen. هلا الهيدروجين هو الأشهر وهو اللي بنستخدمه في البوتي. أوكي، ففي عنا منه grade واحد مثلا بدوب على الأسيديك بي اتش، واحد على البيسك اللي هو 7، واحد على 8 وهكذا. طيب شو يعني time dependent؟ time dependent أسهل نوعا ما. شو يعني time dependent؟ yes. يس يعني هذا البوليمر مثلا تخيلوا معي بيصيروا ديجريديشن حتى الدواء يطلع منه، ما بيصيروا ديجريديشن يعني اوكي عم بيجي انزيمز وعم بيجي بي اتش وعم بيجي ووتر، بس هو ريزيستنس فور ذيس ديجريديشن وذ تايم ات ويل ديجريد. التايم تقريبا خلينا نحكي مثلا بعد 7 ساعات، فبعد 7 ساعات هو اوريدي بالقولون بطلع الدواء تاعه. واضح الفكره؟ فاما تايم ديبندنت او اللي هو بي اتش ديبندنت. هو بحرك لحاله كانه هلا خلينا نشوف اللي هو المالتي لاير تايب التكنولوجي، وهي بتشوفوها sometimes بالحبوب بالصيدلية انه بكون لها الحبة لونين، اوكي مش الكبسولة، الحبة بكون لها لونين، فهذا بدل على انها مالتي لاير تابلت. ايش يعني مالتي لاير تابلت؟ ليش بدك تعمل مالتي لاير تابلت؟ اول اشي شو يعني مالتي لاير تابلت؟ بيكون اكثر من طبقة للدواء، اكثر من طبقة، وكل طبقة فيها كمية دواء مختلفة أو فيها تكنولوجيا مختلفة. بصير سوليوشن أو على فترة. فمثلاً عادة الطبقة الأولى أو الطبقات الخارجية شو بيكون فيها؟ لو نتخيل مثلاً حبة الأمزندمز الشوكولاتة في جواها، ومن برا اللي هو هذا الكوت السكر الأصفر الأحمر وتبر اللي بتحبه. طيب هذا الكوت شو نتخيل إنه رح يكون فيها؟ فاست أكتنج أو اللي هي اللودينج دوز، أوكي مثلاً. والقلب تاعه بده يكون فيه بوليمر بيطلع الدواء فور اكزامبل على 6 ساعات. اوكي، فهذا as simple as that. هاي هي المالتي لاير تابلت تكنولوجي. طبعا زي ما حكينا دائما الزيرو اوردر هو التارجت تاعنا، بس اتس نوت اولويز ذا كيس، وحتى بالفيرست اوردر عادي بيمشي الحال. في عندنا كمان مور ذان وان دراج زي ما حكينا ممكن نحط فيها، فممكن تشوفوا انه فيهم دوايين او اكثر، زي مثلا مش عارف مش خاطر على بالي مثال هسه، او انه غير اللي هو الريليز تاع البرد عندها. هاي هون بفرجيكم مالتي لاير تابلت، هاي فيها اللي هو زي ما حكينا فيها اللي هي لودينج دوز، وفيها ات ذا سيم تايم اللي هي كنترول ريليز دوز. فزي ما انتم شايفين هاي اللي هي البرايمري دوز حياتها عملت شوت في البلد للكونسنتريشن اوف ذا دراج، وهاي بعدها بلشت تطلع اللي هي المين الكنترولد ريليز او اللي هي سستيند ريليز دوز. اوكي، ف ذس از وان تايب. في عندنا هنا اللي هو انذر تايب، بحكي لك هاي مثلا عندنا الكونفشنال تابلت. الكونفشنال تابلت هذا اللي هو الجراف تاعها دائما احنا متعودين عليه، وطلعوا على هذا تقريبا اولموست زيرو اوردر دراج ريليز. اوكي، حد عنده اي سؤال اي كومنت؟ طيب هاي كمان مثال على جرانيول اتوقع اللي هي فيها مستخدمين المالتي لاير. فزي ما انتم شايفين عندنا الكنترول بوليمر، في عندنا الكوت، في عندنا الكور جرانيول، وفي عندنا كمان اللي هي لودينج دراج لاير. هاي الدراج لاير اول شيء رح يطلع اللي هو البوليمر، رح يطلع الكوت، بعد هيك رح يطلع لنا البرايمري دوز، وبعدين هيك الجرانيولز ذات ويل ريليز ذا دراج اوفر لونج بيريد اوف تايم. اوكي، هيك بنكون كملنا مادة التبريد. المحاضرة اليوم خفيفة ولطيفة إن شاء الله. حدا عنده أي سؤال؟ حدا عنده أي كومنت؟ all good. امتحاننا إمتى؟ 3 إن شاء الله على خير. رح يكون من كم علامة؟ 40. من 40؟ من 50 علامة. في عندكم 10 علامات كويز صح بشكل سيلبس محطوط، وعندكم 40 علامة على الفايل الإسباني عشان ما تضلكوش تبعتوا لي إيميلات. أوكي، أنا رح أبعت إعلان على الإيميل منك عشان ما حدا يبعث لي. يكون امتحاننا من 50 علامة، وعندنا 10 علامات حكينا اللي هم رح يكونوا كويز. أوكي، الكويز مش عايز أعمل لكم إياه بوبي كويز يعني مش رح يكون بوبي كويز تبعنا، أناونست كويز. أوكي، رح يكون إشي يعني فيري سمبل، مش زي اقسمهم على مرتين 5 5، انه شو حكيت اليوم، شو استفدت اليوم، ديزاين سمثينج ديورينج ذا ليكتشر. اوكي، مش راح احجز بقى. اوكي طيب، او اذا بتحبوا تعملوا بروجكت سيرتشنج بروجكت مش هذا حلو رح يكون لا.
بيكون حلو يعني يمكن ديزاين صحيح. شو رأيكم؟ ممكن يعني اسمعوني اسمعوني ممكن تعملوا انتم مجسم او تبحثوا عن اشي معين. تتوقع تشوفوا الامتحان 50 سؤال اوكي مدتهم ساعه من هسه بحكي مش اكثر ولا ان شاء الله مش اقل 50 سؤال بساعه ما في حل عندنا هنا كلياته بس حكي واجابه يا بتعرف يا ما بعرفش يعني بس انك تقرا السؤال كل الماده سهله انا هسه يعني فكر بقول لك 50 سؤال اصلا 20 سؤال طيب تكون على الاقل على 20 كله بالسلايدات ماشي؟ طيب البارت الاول اللي هو خلصنا اليوم هل عنده اي سؤال؟ اذا غيرت رايي وخليتهم 40 علامه ببنزل لكم خبر بالايميل حسب شو بيطلع معي اسئله يعني مش رح يطلع 50 سؤال من هذول السلايدات فاذا هيك بصير عندنا 20 علامه اللي هم الكويزات بس ما احكي لكم الكويزات during the class بكل حكي تلكم انه بكره في عندكم كويز بمحاضره المحاضره او عندكم كويز عشوائي يعني تسال اي حدا لا مش بس اي حدا طلعوا ولا او انه خبرينا يس يس حدا عنده اي سؤال حدا عنده اي كومنت اول جود بس اخذ الدوريه